كان صلى الله عليه وسلم يخالف اليهود والنصارى في كل شيء كاللحية وتنظيف المنزل فما توجيه الصبا، وكان يحب فقط أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ففرق شعره، رواه شيخان. أفعال صلى الله عليه وسلم فيما هو فيه تشريع وفيما جرى فيه مجرى العادة، ففرق الشعر والله تعالى أعلى أعلم هذا من باب العادة، هذا من باب العادة. وحديث عائشة حتى كنت أرى وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما معنى الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الترجل إلا غبا؟ الغب اللي هو الايه، مرة ومرة، يعني مش مطيور بشعر، يعني في هناك ناس معاهم في جيبهم مراية كل شوية يبص كده الشعر ده يتنزل كده يعملها كده، طب دي طلع كده مثلا. ولعل والله تعالى أعلى وأعلم سبب ذلك أن صلى الله عليه وسلم كان قلما يبدو حاسر الرأس، قلما يبدو حاسر الرأس، يعني في قلنسوة في عمامة في شملة أو ما إلى ذلك، فكان قلما حاسر الرأس. وهذا معلوم لمن يلبس مثلا دائما غطاء الرأس أنه ليس في حاجة إلى ماذا؟ ليس في حاجة إلى الترجل إلا قليلا. أليست تصيبك اللأواء؟ اللأواء اللي هو ما يقع عليك من شدة أو شوكة أو هم أو نصب أو نحو من ذلك.